السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هلو ماي دير ستودنتس، أهلا بكل متابعين قناة إنجليزي كل المراحل وبكل طلاب برايمري 2 مكملين مع بعض منهج كونكت بلس 2 فيرست تيرم 2025 من كتاب المعاصر. النهاردة وصلت معاكم ليونت 1 ليسنز 2 أند 3، الدرسين الثاني والثالث من الوحدة الأولى من مناهج كونكت بلس، مناهج اللغات ومناهج المدارس التجريبية. ان شاء الله هندرس مع بعض، هنقرا كلمات الدروس بطريقه اصوات الحروف زي ما احنا متعودين في قناه انجليزي كل المراحل. هنعرف ازاي ننطق الكلمه ونعرف ازاي نربط الصوت كده، صوت الحرف في العربي بصوته في الانجليش علشان يسهل علينا حفظ اي كلمه بامر الله. وكمان هنشرح الدرس، هنفهم الجرامر بامر الله، وهحل معاكم كل تدريبات كتاب المعاصر. يا رب الفيديو يعود عليكم بالنفع والفايده. هطلب منكم بس تدوسوا لايك للفيديو، اللايك بيفرق جدا، بيظهر الفيديو اكتر على اليوتيوب علشان الكل يستفيد، واقدر احس بس ان مجهودي كده وصل لاكبر عدد واستفادوا منه بامر الله. تعالوا كده نكمل، احنا في يونت 1 في ليسنز 2 اند 3. يلا بسم الله، يا ريت نفتكر ندوس اللايك. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا هنفتح كتاب المعاصر على بيج 21. يلا بينا. هنتكلم على الديلي روتين، يعني الروتين اليومي، يعني كل يوم بنعمل ايه. تعالوا نشوف. اول حاجه بنصحى من النوم، نصحى يعني get up get up get up. طيب بناكل، بنتناول وجبة الفطار، eat breakfast eat breakfast breakfast eat breakfast. طيب يمشي الى المدرسة، خلي بالك ان walk ال ال silent ما تنطقهاش، walk to school walk to school، يمشي الى المدرسة. وخلي بالك ان السي اتش بنطقها بصوت حرف الكي. هاف ا لانش هاف ا لانش، يتناول الغداء. خلي بالك الفيرب هاف ده ليه معاني كتير قوي في الانجليزي. هاف لما بيجي اقول لك مثلا اي هاف ا بن، انا عندي قلم. هاف بيعبر عن الملكيه، ان انا عندي حاجه، ولما بيجي قبل الاكل بيبقى معناه يتناول، كانه بيساوي ايت بالظبط، كان بيبقى هاف بيساوي ايت اللي هو معناه ياكل. طيب play تنس، يلعب رياضة التنس. go home يذهب للمنزل. طيب يعني ايه يركب دراجة؟ ride a bike ride a bike. يشرب مية drink water. التي في كلمة water بنطقها كأنها دي كده sound، بنطقها كأنها دي كده علشان هي بين حرفين متحركين. drink water. eat sandwiches. خلي بالكم كلمة ساندويتشز الدي ما بنطقهاش سايلنت. ساندويتش ساندويتش يعني ساندويتش، والاس دي اس الجمع. eat sandwiches eat sandwiches. تمام يلا كده نروح لبيج 22، وهنا بيتكلم على النمبرز، على الارقام from 10 to 100. تعالوا نقراها مع بعض كده. 10 10 معناها 10، 20 20 التي مش بنطقها، يعني تقدر تقول 20 20 بس 20 20 احسن يعني افضل. و 30 30 30، التي والاتش بنطقها حرف الس. 30 40 40، 40 50 50، 60 60، 70 70، 80 الجي والاتش ما بنطقهاش، وال 90 و 100 100 يعني 100 واحدة. تعالوا كده في كلمات تعالوا نرتبها كده مع بعض، نسمع الساوند، اسمعوا صوت كده الحرف ونكتبها. يلا بايك ب حرف البي، باي اي ها حرف الاي، ها ك حرف الكي، والاي في اخر الكلمة بكتبها وما بنطقهاش، بكتب حرف الاي بس ما بيطلعش صوته. تمام بايك دراجة. يعني ايه يشرب؟ تعالوا نشوفها. د حرف الدي، ار در ار، والاي در ن حرف الان ك والكي، درينك يشرب. طيب يعني ايه بقى لانش اللي هي الغدا؟ ل حرف ال والا يو ن حرف الان
والتش السي مع الاتش. تعالوا نروح بقى نشوف الديلي روتين في بيج 23 ونشوف بنعمل ايه كل يوم. تعالوا نشوف يلا. اي انا نتعلم بقى نقرا جمل علشان نعرف نكتب جمل. اي انا جيت اب. دايما الجمله يا اولاد بتتكون من الفاعل وبعدها الفعل، مهم قوي نعرف كده. بصوا علشان اكتب جمله في الانجليش اعمل تكوين الجمله ايه؟ اول حاجه الفاعل وبعدين الفعل، الفاعل وبعدين الفعل. هنا بيقول لي بصوا كده اي انا جيت اب. اي جيت اب انا بصحى. ات يعني في، قبل اي ساعه بكتب حرف الجر ات. ات في 7 o'clock. 7 o'clock I get at 7 o'clock انا بصحى في الساعة السابعة. كلمة o'clock معناها بالظبط في السابعة تماما. طيب يلا نشوف نمبر 2 بيقول لي ايه بقى. I eat يعني انا باكل. My breakfast فطوري at half past 7. خلي بالكم half يعني نص الساعة، ال silent ما تنطقهاش. past 7 و يعني الساعة 7 ونص. I eat my breakfast at half past 7. طيب يلا نكمل. هنا بيقول لي I walk to school انا بمشي للمدرسة with. تعالوا نشوف كلمة with دي نكتبها ازاي وننطقها ازاي. حرف ال W و و كأنه حرف الواو كده، وال I وبعديها ال T وال H بنطقها كأنها صوت حرف الزال. with I walk to school with my mom مع مامتي at 8 o'clock الساعة 8. بعد كده I have lunch at 1 o'clock أنا بتناول الغداء الساعة 1. I eat sandwiches وأنا باكل الساندويتشات بتاعتي. And I drink water وبشرب مية. طيب I play tennis أنا بلعب تنس. After school يعني بلعب رياضة التنس بعد المدرسة. امتى بقى؟ at half past four الساعة 4:30. بعد كده I go home أنا بذهب للبيت at half past seven يعني الساعة 5:30. I ride my bike وبركب الدراجة بتاعتي. تعالوا بقى نروح هنا في بيج 24 ونشوف مع بعض ايه جزء اللانجوج بتاعنا. بصوا يا ولاد احنا عندنا علشان نقرا الساعة او نعرف how to tell about the time يعني ازاي نقول الوقت، هنا what is the time لما يجي لك السؤال كلمة what، تعالوا نعرف نكتب what ازاي. الاول و حرف ال W وال H silent ما تنطقهاش، وبعدها ال E what what. كده كتبنا كلمة what. what دي معناها ما او ماذا، بسأل بيها عن الاشياء. طيب انا بسأل كده عن الوقت، طيب فانا قلت ايه؟ what. what بعد كده بقول what is ماذا يكون. the الالف واللام ال وتايم وقت. what is the time ما الوقت يعني كاني بقول لك الساعه كام. الرد على الانسر على الكويشن ده بيكون it is هي اختصار ل it و is يعني كاني بقول هو اللي هو الوقت يكون. it's اختصارها بقول للاي مش عايزاكي بحط بدلها الابستروفي it's بدل it is it's وبقول النمبر الرقم وبعد كده o'clock يعني بالضبط او تماما. يعني لو الساعة مثلا الساعة 12 فهقول it's 12 o'clock. it's 12 o'clock الساعة 12 بالضبط. طيب واقدر اقولها بطريقة تانية. بصوا هنا يعني هنا الساعة 7 بالضبط فبقول it's 7 AM طبعا يعني صباحا. طيب PM مساء بصوا هنا قال ايه it's 7:30 يعني الساعة 7:30 دقيقة. تمام يلا نروح لبيج 25. هنا بيقول لي بقى look and write a sentence under each picture. هكتب جملة تحت كل صورة. يلا نشوف احنا هنبدأ الجملة ازاي. انا هقول عن الوقت فاكتب ايه؟ اكتب it's هو يكون. تمام يلا بقى نشوف الساعة كام. الساعة 9:15. بصوا الشورت هاند العقرب القصير ده الشورت هاند اللي هو بيعبر عن ايه؟ عن الاورز هاند عن عقرب الساعات. واللونج هاند ده بيعبر عن المينتس هاند
عقرب الدقايق. تمام، يعني معنى كده ان الساعة 9:15 دقيقة. اقدر اقول ايه؟ اقدر اقول it's 9 كده الساعة اهو، الساعة 9 اهو، ها it's 9 كام بقى دقيقة؟ 14 it's 9:15 15 الساعة 9:15 دقيقة. طيب عايزة اقول بقى هنا في نمبر 2 الساعة الشورت هاند فين؟ عقرب الاورز هاند على الفور، الساعة 4:30، فهقول ايه بقى؟ it's، بصوا كده it's half half نص past past و ها half past 4 يعني الساعة 4:30، 4:30. تمام؟ طيب هنا بيقول بقى، تعالوا نشوف بقى بيتكلم لي على الجرامر على البريزنت سيمبل تنس، وطبعا على القناة عندك فيديو مخصوص عن البريزنت سيمبل تنس. المضارع البسيط، زمن المضارع البسيط، زمن المضارع البسيط سهل خالص، هو عبارة عن ايه الزمن ده؟ بيعبر لي عن حقائق، عن روتين، عن حاجات بتعملها بتكررها كل يوم، فبتعبر عنها بزمن المضارع البسيط، ملكش دعوة بالاسم، المهم ان انت تبقى عارف يعني ايه اصلا زمن مضارع بسيط وازاي اعمل جملة واكون جملة في زمن مضارع بسيط. بص يا ستي، كل الحكاية انك تبقى عارف ان انت عندك 7 ضمائر، عندك 7 ضمائر. ايه هما الضمائر ديت؟ تعالى اقول لك عليهم كده، بص كده، انت عندك هي وشي وإت، هي وشي وإت، وأي اسم مفرد singular noun. الهي والشي والإت دول بقى دول ضمائر فاعل، هو معناه هي، هي معناها شي، إت هو أو هي لغير العاقل. الضمائر دول الثلاث subject pronouns دول ضمائر الفاعل، بيحبوا حرف الإس جدا جدا، علشان كده أي فعل بعدهم لازم لازم يجي بعده حرف الإس، لازم. يعني لو انا قلت لك مثلا شي، شي دي الفاعل، شي شي دي subject pronoun ده ضمير الفاعل، عايز اقول تستيقظ، تستيقظ يعني get up، لازم اضيف للفعل اس، لازم اضيف للفعل اس gets up، gets up علشان الفاعل عندي شي at 7 o'clock، بحط الاس للفعل مش لحرف الجر خلي بالك. طيب تعالوا كده بعد كده نروح لبيج 26 معايا. بصوا كده هنا بقيت ضمائر الفعل subject pronoun عندي الاي واليو والوي والزاي ما بيحبوش خالص حرف الاس، علشان كده بيجي بعدهم الفيرب الفعل في الانفينيتيف يعني في المصدر، يعني without any additions خالص من غير اي اضافات، الفعل في صورته العادية خالص I walk، شايفين فعل يمشي walk اهو، ما ضفتلوش اس خالص. تمام، طيب يلا بينا نعرف ايه مين الافعال المساعدة. احنا عندنا فيديو على القناة اسمه عيلة الافعال المساعدة، في عيلة كده جميلة في القناة هي من 3 اخوات، العيلة دي بتساعدنا قوي في الانجليزي، ازاي اقدر اعمل سؤال وازاي اقدر انفي جملة. طيب تعالوا نشوف من العيلة دي، العيلة دي في زمن المضارع البسيط اللي بتساعدنا هي does و do، does و do. does صحابها مين؟ تعالوا نشوف كده، هي does فيها حرف ايه؟ حرف الاس، يبقى اكيد صحابها مين؟ يلا انت قولولي، اكيد صحابها اللي بيحبوا حرف الاس، هي هم مين بقى؟ الهي والشي والات، الهي والشي والات، واي اسم مفرد بكتب معاهم مين؟ does، بكتب معاهم does، does بتيجي مع هي وشي وإت وأي singular noun أي اسم مفرد. تمام خلاص، ببدأ بدز، أما أبدأ بدز السؤال هيبقى معنى السؤال هل، وطالما سألتك بهل أكيد إجابتك هتكون yes أو no، أيوة أو لا. طيب كمان من عيلة الأفعال المساعدة do، do ما فيهاش إس، يبقى أصحابها مين؟ اللي ما بيحبوش حرف الإس، الآي واليو والذاي والوي، عشان ما بيحبوش حرف الإس بيجي معاهم دو، دو. بس خلي بالك بقى من حاجة، انت كده عرفت ان does ودو
هما الاثنين بيساعدوني في تكوين السؤال في زمن الـ present simple tense. طيب بس علشان يساعدوني ليهم شرط، ايه شروطهم يا ترى؟ لازم يجي بعدهم الفعل في المصدر، يعني من غير اي اضافات خالص. طب ما تيجوا نحل علشان نشوف، يلا بينا. بس يا ريت لو كنتم وصلتوا بس للوقت ده ومتابعيني يا ريت تدوسوا لايك علشان الفيديو يظهر اكتر. رقم 1، هنا انا هختار دو او داز، هما الاثنين بيساعدوني، وهما الاثنين لو بدات بيهم السؤال هيكون معناهم هل. الفرق الوحيد ما بينهم ان دو صحابها مين؟ يلا نفكر بعضينا تاني، الاي واليو والذي والوي. طب وداز صحابها مين؟ اللي بيحبوا حرف الاس، الهي والشي والايت. يلا بينا، هنا عندي الفاعل يو، الفاعل يو من غير ما اقرا بقيه الجمله هختار دو على طول، دو صاحبتها اليو على طول. طيب نمبر 2، هنا شي، الفاعل شي على طول هتختار داز على طول، شي صاحبتها الداز. دي اساسيات يا ولاد لازم تكونوا عارفينها. هنا مازن، مازن ده اسم مفرد يعني هي، صح؟ يعني اقدر اقول عليه هي. هي دي بتاخد مين؟ داز، يبقى على طول اختار مع مازن داز. رقم 4، يس اي، اي ايه ده؟ اي اي يجي معاها مين؟ اي يبقى دو، بس اي دو. رقم 5، نقط يو، يو يجي معاها دو. رقم 6، مروه، مروه يعني شي، مروه كاني بقول شي، هي تبقى تيجي معاها داز.